إذن مشاهدينا السلام عليكم في برنامج شوية فن مع الفنان محمد الشاوي اللي هو بصدد إنشاء واحد الجمعية فنية على صعيد عمالة المحمدية، وغادي نسمعوا منه بعض المواويل الفنية. إذن معنا سي محمد الشاوي. كي داير سي محمد؟ السلام عليكم. كي داير مع هذا البرد هذا؟ الحمد لله كلش مزيان. كيداير هو الفن في المحمدية؟ صراحة. الحمد لله الفن الكورونا بطبيعة الحال الفن. اولا السلام عليكم وتحية لجميع المشاهدين وتحية لجميع المستمعين، وكنحيي الاخ خالد مطيع على هذه الاستضافة في هذا المنبر ديالو الجميل، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجب الاخوان والاخوات الفنانين والفنانات وكامل المستمعين وكامل المشاهدين ان شاء الله. غير باش نوضح للمشاهدين، السي محمد الشاوي راه من قيدومين الفنانه بمدينه المحمديه، وكنعرفوا انا شخصيا تقريبا من ايام برنامج سباق المدن اللي دار في القناه الاولى عام 1986، وكانت المنافسه بين المحمديه وسلا، وكان كيتحفنا وكان مشارك في هذا البرنامج هذا. اذا تحدث لنا السي الشاوي على الجمعيه ديالكم. نعم. اللي انتم بصدد التاسيس ديالها على صعيد اقليمي ان شاء الله. هذا نداء وفي نفس الوقت اخبار ونداء لجميع الفنانين والفنانات والموسيقيين والموسيقيات بمدينه المحمديه على انه قريبا ان شاء الله غتاسس واحد الجمعيه فرع من الدار البيضاء، على جمعيه مهنيه للفنانين والموسيقيين فرع مدينه المحمديه، اللي كيتراسها اللي كيتراس الجمعيه المركزيه بمدينه الدار البيضاء السي نور الدين بيشيشي، والمستشار العظيم ديالنا السي احمد الحطاب، وباقي اعضاء المكتب بمدينه الدار البيضاء. توصلنا مؤخرا بتزكيه من عندهم، وكنشكرهم على الثقه اللي وضعوا فينا وعلى هذا الدعم بحكم المعرفه ديالنا الفنيه والصداقه اللي كانت بيناتنا مع الجمعيه المركزيه في الدار البيضاء. ودابا حنا في صدد بتكوين ان شاء الله واحد الجمعيه مهنيه للفنانين والموسيقيين فرع بمدينه المحمديه قريبا ان شاء الله. لقيت واحد الترحيب من طرف الفنانه هنا؟ فعلا كاين واحد الترحيب من الفنانين والفنانات الايام الزمن الجميل، ومن الفنانين والفنانات ديال الزمن الحالي. وان شاء الله فيها خير، ان شاء الله فيها خير، وان شاء الله باش نخدموا ونعملوا باش نردوا الاعتبار لجميع الفنانين والفنانات مدينه المحمديه، ونحيوا ذاك الفن ديال الزمان الجميل اللي كان بزمان من الثمانينات والتسعينات الى اخره. وكنتمنى الحضور الفنانين والفنانات مدينه المحمديه الجمع التاسيسي ان شاء الله اللي غيكون قريب في الاسبوع القادم ان شاء الله. وهذا ما عندي ما نقول، وتحية لجميع الفنانين والفنانات. المشاهدين كيحييك وباغيين يسمعوا منك واحد الموال او لا اغنية من اختيار. هي كانت مفاجأة ولكن ما غاديش تبخل عليهم. يقبلوا علينا واخا ما مستعدش وسنين هذه ما غنينا، ما كاين مشكل. المحمدية الشواقة لسماع الفن. تفضل. ان شاء الله. لما نخوق بين الصبح يا عيسى هم حملوها وسارت في الدجى الإبل. لما نخوق بين الصبح يا عيسى هم حملوها وسارت في الهوى الإبل، فارسلت من خلال الزجف ناظر ضار، أرسلت من خلال الزجف ناظر ضار، ترن إلي ودمع العين ينهمل، ترن إلي ودمع العين ينهمل، ترنو إلي ودمع العين ينهمل. ودعت ببنان
ببنان أخدو علم ناديت لا حملت رجلك يا جمل. شكرا لكم جميعا واسمحوا لنا وتبارك الله عليكم. وكنتمنى جميع الإخوان وجميع الفنانين والفنانات مدينة محمدية يتواصلوا معنا، راه مليوحة في الفيسبوك في لاباج ديالي، وبالمناسبة راه مليوحة إن شاء الله في لاباج في الفيسبوك ديالي إن شاء الله. دقيقة خويا، دقيقة راه مليوحة إن شاء في لاباج في الفيسبوك ديالي إن شاء الله، يتواصلوا معنا ويدخلوا مع عندي الخاص إن شاء الله، ويصيفطوا لي النمرة ديالهم إن شاء الله باش تكبر الجمعية ويكبر الجوق المحلي إن شاء الله، نكونوه إن شاء الله. واللي خاصه شي حاجة مرحبا به، رحنا خوت وحباب وصحاب مدينة المحمدية. وتبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. كان معنا الفنان محمد الشاوي، ونسيت من خلال الموال اللي غنى لنا بطبيعة الحال وغالبا ديال الفنان أو المرحوم صباح فخري اللي توفى تقريبا هذه واحد ياك توفى واحد ربع أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى اللقاء. كنتم معنا في برنامج شوية فن.